المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. ثم قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذكر تعالى لذلك عدة أسباب، منها أن منهم قسيسين ورهبانا، أي علماء متزهدين، وعبادا في الصوامع متعبدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. ومنها أنهم لا يستكبرون، أي ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. ومنها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه، فلذلك آمنوا وأقروا به فقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لله بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب، وهم عدول شهادتهم مقبولة، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه فقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، أي وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله؟ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟ قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا، أي بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم، وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة للحق.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم، واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء، والله قد نهى عن الاعتداء فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل الله فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان حلالا، لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق، وكان أيضا طيبا وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسرية وأمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار. ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها نفسه، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارته، أي كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم، إطعام 10 مساكين، وذلك الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم. واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، لعلكم تشكرون الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما من به عليهم من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون، فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهي كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب التي هي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها، فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها، فمنها أنها رجس أي خبث نجس معنى وإن لم تكن نجسة حسا، والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها، ومنها أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان، ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه فإن فيها هلاكه، فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها، ومنها أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له، ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها خصوصا الخمر والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى القتل، وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء، ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته، فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو، فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله فهل أنتم منتهون، لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك، وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن، وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين، فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقد أدى ذلك، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه، تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية، وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي حرج وإثم فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمهما، ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها قيد ذلك بقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات
أي بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه. فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد، ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن وعمل صالحا، فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك.